السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيه بالتأكيد على الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري، وهنتكلم على المباراة الهامة جدا ما بين النادي الأهلي والنادي سان داونز، وكمان هنتكلم بالنسبة للمباراة المهمة جدا واللي هتبقى بالنسبة لنادي الزمالك مباراة حياة أو موت، مباراة نادي الترجي في القاهرة ومباراة نادي الترجي إن شاء الله في رادس في تونس. هتكلم كمان على المباراة المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي من جانب الدافع المعنوي ومن جانب اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب، ويعني اكتشاف بعض اللعيبه كمستوى فني ومستوى بدني، ازاي يبقى اللعيبه ده تقدر تكمل مع كولر في الفترات القادمه. ومكسبه النهارده مع مباراه اسوان اللي انا شايف النادي الاهلي عمل نتيجه ايجابيه بنسبه 100%، كمان يعني الظهور الجيد كالعاده او الممتاز لمحمود عبد المنعم كهربا، انا شايفه لعيب متميز جدا، لعيب كبير، وده اللي كنا بنقول حضراتكم عليه. يا ريت بقى كابتن الخطيب يخلصنا بقى من قصة كهربا، يعني موضوع كهربا رخم قوي وغلس قوي يا كابتن محمود. الرقم اللي على الغرامة اللي على كهربا ده رقم عادي جدا بالنسبة للأسواق وبالنسبة لأرقام اللعيبة. انت النهارده عايز تجيب موليكا ب 5 مليون دولار، وعايز تجيب بوبو ب 3 مليون دولار ولا ب 2.5 مليون دولار. انا شايف كهربا لعيب مميز، كل ماتش بينزل بيجيب جول وبيصنع، لعيب بيلعب 60 دقيقة بيعمل انتاج غير عادي. عندك شريف، عندك شادي، لعيبه لغايه دلوقتي مش قادره تثبت نفسها وجايب ارقام كبيره جدا. كمان لعيب زي شادي حسين، انت ضحيت باحمد ياسر ريان من اجل شادي حسين، شادي حسين لغايه دلوقتي ما شفناهوش. كمان لعيب النهارده في الوقت اللي بكلمكم فيه عنده 30 سنه، ريان لسه 24 25 سنه، يعني سبحان الله ما اعرفش قدرات الانديه بتفكر ازاي. احنا لازم ندعم النادي الاهلي، كلنا في ظهر النادي الاهلي. عنده مباراه صعبه يوم السبت مع سان داونز، مباراه حياه او موت. سان داونز كسب ماتشين، عنده 6 بونت. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه ويكسب في القاهره باذن الله. ان شاء الله مباراه هتبقى صعبه جدا، وبعد كده ممكن هيطلع يلعب القطن الكاميروني. القطن الكاميروني احنا عارفينه على مدار تاريخه النادي الاهلي كعبه عالي عليه ودايما بيكسبه. ان شاء الله بس نعدي مباراه عنق الزجاجه بالنسبه لنادي الاهلي اللي هي مباراه سان داونز. واحنا عارفين النادي الاهلي بالنسبه لمباراه الهلال كان سيئه في جميع المقاييس، سيئه فنيا وسيئه بالنسبه للمعدلات البدنيه بالنسبه للعيبه، الاخطاء الفرديه الكارثيه زي خطا محمد الشناوي. محمد الشناوي جول كبير وكل حاجه، بس احنا شرحنا الجول ويعني واتكلمنا فيه فنيا ان ازاي حارس المرمى في اي ضربه حره مباشره، خاصه لو في درجه حراره عاليه او الشمس في عينه، بيطلع ياخد خطوتين قدام بنسبه اتجاه عينه بيبقى مختلف تماما عن ما لو كان في مكان غير المكان. يعني هو كان الطبيعي يطلع خطوتين اللي قدام، كانت الكره دي سهله، ارتفاع متر 60 متر و70، كان ممكن يمسكها، كان ممكن يضربها بالبوكس، كان ممكن يعمل عليها تراي، كان ممكن يعمل عليها اي حاجه غير انه يكون واقف تحت الثلاث خشبيات. الكره بتجيله مفاجاه وقوتها كانت الى حد ما قوه كويسه جدا، بالنسبه ان هي كانت صعبه على محمد الشناوي، هو اللي صعبها على نفسه. الشناوي جول كبير، انا شايف بصراحه الشناوي لازم يقعد، يعني المفروض النهارده كان علي لطفي هو اللي بدا مباراه اسوان. عارفين ان الشناوي جول كبير جدا، بس محتاج يرتاح، مرتاح من ضغط المباراه، يرتاح نفسيا، يرتاح بدنيا، يرتاح كمان بالنسبه للجانب الذهني عنده برضه. تحس ان العيب تركيزه في المباراه ما كانش الى حد ما كان كويس، بدليل ان هو كان حصلت مشاده او مشكله ما بين طبيب فريق الهلال السوداني وفريق الهلال السوداني. بصراحه انا شايفه فريق عادي واقل من العادي، انا بتكلم فنيا يا جماعه، ما ماليش علاقه ان ده فريق سوداني ولا فريق تونسي ولا اي، انا بتكلم فني، فريق عادي جدا. النادي الاهلي لو في المستوى 50% من المستوى الطبيعي وجزء من تركيزه كان كسب 3 4، فريق عادي جدا ما فهمش ولا لاعب ملفت، يعني انا ما افتكرش ان فيهم حد ملفت غير لعيب الباك رايت الى حد ما سنه، خالد عبد الفتاح بتاع النادي الاهلي قده 10 مرات. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. وكمان عايز اتكلم بالنسبه للصحف السودانيه، انتوا بتتكلموا على ايه؟ النادي الاهلي ده افضل نادي في تاريخ افريقيا، وتاني افضل نادي على مستوى العالم بالنسبه للحصول على البطولات القاريه. لعيبته، اللعيب الوحيد اللي في تاريخ افريقيا ياخد اللي هو احسن لاعب في افريقيا من نادي محلي هو كابتن محمود الخطيب الاسطوره. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في نادي تاريخ من سنه 62 النادي، انديه مصر بتكسب الانديه السودانيه، مفيش وجه مقارنه ما بيننا وبين الانديه السودانيه. احنا طول عمرنا اصحاب الرياده في كل المجالات وفي كل الالعاب، انا مش عشان مصري بتكلم كده، لا احنا فعلا طول عمر الانديه المصريه هي اللي لها كعب العالي في الوطن العربي، بدليل كمان في افريقيا احنا واخدين 7 بطولات افريقيا، يعني احنا برضو في الرياده، في اليد احنا في الرياده، في السله احنا في الرياده، في كل حاجه، في كل حاجه
احنا في الرياده، فلما تطلع تتكلم على النادي الاهلي اطلع اتكلم باحترام. اي صحيفه عايز تصيط تصيط على النافة على قفا النادي الاهلي، تطلع تقطع في النادي الاهلي. ده بالنسبه للنادي الاهلي، اتمنى له التوفيق ان شاء الله في مباراه صن داونز. كمان عايز اتكلم في معادله غريبه جدا بالنسبه للانديه المصريه. احنا لغايه دلوقتي مفيش نادي معانا فاز في افريقيا، لا زمالك فاز ولا بيراميدز فاز ولا فيوتشر فاز ولا النادي الاهلي فاز. الفرق كلها ضربه غطس، اتمنى نفوق، اتمنى نركز. طبعا الجو في مصر بالنسبه لي بعض الامور اللي لها علاقه بالاداره يعني بصراحه في امور مش مستقره. رئيس لجنه التحكيم السواق بيمشي، رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره بيعند مع مستشار مرتضى منصور. واللي عايز يطمن جماهير نادي الزمالك ان اللعيبه خلاص اتأيدت رسميا، تقدر تلعب مع اللعيبه مع النادي الزمالك ان شاء الله في الدوري، وبعد كده من ثم ان شاء الله في افريقيا. اتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك سواء في الدوري او سواء في افريقيا. نادي الزمالك المركز الرابع في الدوري، ما بينه وما بين نادي فيوتشر 5 بونت كتير قوي، ما بينه وما بين بيراميدز 5 بونت كتير قوي، ما بينه وما بين الاهلي 11 بونت وبعد مكسب النهارده 14 بونت، ده يعني رقم كبير، او بتتكلم في 11 بونت ده رقم كبير. ان شاء الله نادي الزمالك يرجع للوضع الطبيعي بتاعه، اتمنى له ان شاء الله التوفيق في المركز الرابع، ان شاء الله عيني في المركز الثاني، لان الدوري خلاص في الجزيره رسميا. تعال بقى نتكلم في بعض الامور الخاصه باخبار ان شاء الله نادي الزمالك. في حاجه كده على السريع، الناس اللي كانت طالعه بتكسر في نادي الزمالك تقول لك لعيب لسه جاي اسمه مصطفى شلبي بياخد 13 مليون جنيه، الكلام ده يا جماعه مش مظبوط بالمره. مصطفى شلبي بياخد 6 مليون جنيه اول سنه، كل سنه بيزيد مليون جنيه. مصطفى شلبي من اللعيبه اللي بتاخد في المستوى بي، مستوى سي اللي شرحناه قبل كده اللعيبه الصغيره اللي لسه طالعه السنه اللي فاتت، مستوى ايه اللي هو شيكابالا وعمر جابر وفتوح والونش عواد طبعا الجزيري، اللعيبه دي كلها. حتى ناصر منسي اللي جاي ياخد 6 مليون جنيه في الموسم، بالحج هياخد 5 او 6 مليون جنيه في الموسم، شبانه بياخد 3 مليون جنيه في الموسم. فانت بتتكلم الناس اللي طالعه تتكلم في 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 خبر مفبرك والكلام ده كله بحاله الضغط على النادي الاهلي على نادي الزمالك، كل ده كلام فيك. طب نتكلم بالنسبه للنادي الاهلي. طيب موليكا خدها بقى مني بنسبه 99.9 السنه الجايه في النادي الاهلي، اللي انت بتقوله ده هيخش في صفقه ابو دليه مع ديانج. طب هل النادي الاهلي هيدفع زياده؟ مش هيدفع زياده، لاعب قصاد لاعب. الاحتياج الفني لديانج في ناشي في نادي بشكتاش زي الاحتياج الفني بالنسبه لموليكا في نادي الاهلي. النادي الاهلي ما عندوش مهاجمين، كهربا يا جماعه مش مهاجم، شريف مش مهاجم، شادي حسين مش مهاجم. اللعيب اللي كان مهاجم الوحيد، اللعيب اللي كان مهاجم الوحيد هو اللعيب الكبير قوي احمد ياسر ريان، اللي النادي الاهلي استغنى عنه وراح بنادي سيراميكا اللي هو بيكسر الدنيا دلوقتي. وخدها مني ريان هيلعب في الخليج او هيلعب في اوروبا، لعيب كويس قوي. هي دي المعايير الفرود اللي هي القوه والسرعه والاستلام تحت ضغط، اللعيب لعيب بدماغه، لعيب حريف بلغه كره القدم، لعيب عنده رؤيه، عنده تنوع في طريقه لعبه، لعيب صعب ان انت تمسكه لان عنده تنوع في طريقه لعبه. اتمنى التوفيق لاحمد ريان، لعيب كويس جدا وهيكسر الدنيا في المنتخب. انا شايف هو مصطفى محمد هم مستقبل الهجوم في الكره المصريه. عايز اتكلم بالنسبه للازمه بتاعت امام عاشور. ازمه امام عاشور ازمه بسيطه جدا يا جماعه، امام عاشور ما عندوش لغه نهائيا، ما يعرفش اي كلمه انجليزي. مدرب نادي ميتلاند اما جه يديله التعليمات، الوكيل امام عاشور كان في المدرجات، جه يديله التعليمات قعد يشاور له، امام قعد يهزله في دماغه مش فاهم بيقول له ايه، فنزل قال له العب بقلبك العب بقلبك، نزل ما شاء الله جاب جول، وكمان امبارح كان عنده مباراه مهمه جدا وجاب جول. امام عاشور يا جماعه لعيب كبير جدا، كواليتي مختلف عن لعيبه مصر كلها بامانه، كواليتي مختلف عن لعيبه مصر كلها تما. اتمنى لامام التوفيق، لعيب كبير لعيب متميز جدا، وان شاء الله ان شاء الله نادي ميتلاند يبقى خطوه كبيره للعب في اوروبا في نادي برنتفورد. احنا عارفين ان الاونر بتوع نادي ميتلاند يونايتد هو ان هم نفسهم الاونر بتوع نادي برنتفورد، نادي اللي بيعمل عظمه في الدوري الانجليزي وبيلعب في ووصل للمركز السادس حاليا او المركز السابع، يعني متفوق على ليفربول ومتفوق على انديه كبيره وعلى تشيلسي وعلى وعلى وعلى، نادي متميز جدا وهيلعب لو فضل بالمستوى ده يلعب في السنه الجايه في اليوروبي ليج او في الدوري الاوروبي. اتمنى التوفيق لامام عاشور ان شاء الله، حتى لو طلع 6 شهور عاره من نادي ميتلاند لنادي برنتفورد ان شاء الله يكسر الدنيا. احنا عارفين ان عشان تلعب في الدوري الانجليزي لازم شرطين، لازم يا اما تلعب تيجي من نادي بيلعب في اوروبا، يا اما لو جاي من افريقيا ولا اسيا ولا 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 اي او امريكا الجنوبيه او الكلام ده كله تكون بتلعب بنسبه
75% في اخر سنتين، لعبت بنسبه 75% في اخر سنتين في المنتخب الوطني بتاعك. امام عاشور احنا عارفين ان هو بيلعب بس مش بشكل منتظم.